السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عشان جوه النفس وركس نبدأ نعرف الحاجات اللي هتعمل الكلاشات، هتاخد وقت فيها. ده جميلة من فيرشوال بروجيكتس خاصة بالنفس وركس، بيبدأ يعرف الموضوع دوت بشكل قوي. لو احنا بصينا كده هنلاقي ان هو الفكرة معتمدة ان في جدول اكسل في الكلاشات مثلا بين الاير تيرمينال وبقية العناصر كلها بالشكل دوت. هو في جدول اكسل اهوت، كل اللي انا عليه ان انا هستدعيه جوه النفس وركس، هو يبدأ بقى تظهر لي الكلاشات المفروض تبقى بين اند سيبلين واند سيبلين بالشكل ده، الاير تيرمينال بالنش تيرمينال، الدور بين الدور، الدور مع الاير تيرمينال مع الاستراكشر. فكرة الأداة انها بتوفر الوقت اللي انا باخده عشان اقعد املى الجدول دوت.